السلطانة الأم أخذت لي كل شي بحبه، نيلوفر وحصاني اللي بحبه عشق، وهلأ ما عم تخليني ساوي أعمال خيرية مثلهم. بس أمك رح تغير هالنظام بوقت قريب. سلطانة هيام، شوفي شو اللي جابك لعندي؟ السلطانة الأم طلبت مني إجي ونادي لك لتروحي لعندها. والله جد؟ وما قالت لك شو بدها مني؟ لا لا والله. شو بدها مني يا ترى؟ بعد ما تمسخرت علي. أسماء، لا تتركي مريم لحالها. مولاتي، قال طالبتيني. قربي. حابة تشرحي لي ليش ما بيحق لي ساوي أعمال خيرية؟ طالما كنتي بتعرفي، ليش خليتيني ابعت مكتوب للشيخ؟ مشان تتمسخري علي ولا مشان تذكريني إني جارية؟ الموضوع أهم من هيك. شو قصة هاد؟ مولاتي خليني اشرح لك. خرسي، شو بدك تشرحي بهالمصيبة الكبيرة؟ انت انتهيتي يا هيام، حياتك ومستقبلك كله صار بين ايدي. بدي تعطيني مجال لاشرح لك. انا ما كنت. لا تقولي ولا كلمة. هس، كنت متوقعة منك تساوي اي شيء، بس ما توقعت انك تعملي هيك. انت خنتيه لابني وبقصره كمان؟ نهائيا. بدي اياكي تسمعيني كتير منيح، اذا هالدفتر وصل لايد ابن السلطان رح تكون مصيبة كبيرة، وقتها ما بتعرفي شو رح يكون مصيرك. ومشان ما يصير لك شي رح اعطيكي فرصة واحدة، فكري فيها يا هيام. طبعا اذا انت حابة تنقذي حياتك لازم تروحي من هون، بدك تختفي وما لازم حدا يعرف لوين حتروحي. أنا ما إلي مكان تاني. مو مشكلتي، لازم تروحي. بس إذا ما بتروحي يا هيام، وقتها أنت وكل ولادك رح تنقتلوا. خيار إليك. ايه